أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، طلبتنا الأعزاء في جامعتنا الغراء، جامعة الإسراء، يتجدد اللقاء ومحاضرة مسجلة جديدة في مساق إدارة قوى بشرية. هذا المساق المقرر على طلبة قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الإسراء. كنا قد بدأنا الحديث في المحاضرة التسجيلية السابقة في الفصل التاسع بعنوان تقويم الأداء. تحدثنا عن مفهوم قياس تقويم الأداء وأهمية التقييم وخصائص قياس تقييم الأداء والمجالات التي يستخدم فيها وظيفة قياس وتقييم الأداء، بالإضافة إلى معايير تقييم الأداء، حوالي 10 معايير تحدثنا عنها، ثم خصائص معايير تقييم الأداء ومراحل قياس وتقييم الأداء، بالإضافة إلى طرق قياس وتقييم الأداء، وانتهينا إلى الحديث فيها بطرقها سواء الموضوعية أو التقديرية. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل النصف الثاني من هذا الفصل، والحديث في التسجيل الثاني حول أساليب تقييم الأداء الحديثة، ونتحدث عن إدارة عملية تقييم الأداء والمعايير التي يمكن استخدامها لتحديد الطرق الطرف المقيم، بالإضافة للتوصيف عملية التقييم وإجراء مقابلة التقييم ونتائج التقييم بين السرية والعلنية وإجراءات تنفيذ التقييم واختيار عناصر التقييم ودور إدارة الموارد البشرية في تقييم الأداء، ثم التظلم من نتائج التقييم، ونختم بالعوامل المؤثرة في تقييم الأداء ومشاكل القياس. نبدأ على بركة الله مع هذه العناوين، وأول هذه العناوين وهو أساليب تقييم الأداء الحديثة. أولها أسلوب الاختبار الإجباري. أسلوب الاختبار الإجباري يقصد أن هذا الأسلوب يتطلب من المقيم، أسلوب الاختيار الإجباري يتطلب هذا الأسلوب من المقيم اختيار الصفة أو العبارة الأكثر انطباقا على الفرد. إذا في عندنا مقيم بده يختار الصفة أو العبارة الأكثر انطباقا على الفرد من زوج من الصفات، وفي الغالب تكون كلا العبارتين تصفان سلوك الفرد وصفا إيجابيا أو وصفا سلبيا، ومطلوب الاختيار. هذا أسلوب اختيار إجباري، أنت كمقيم مجبر أن تختار بين وصفين. طبعا وفقا لهذا الأسلوب يجبر المقيم على اختيار العبارة التي تصف السلوك الفعلي للموظف، ثم تجمع التقييمات من قبل إدارة الموارد البشرية وتعطى لها درجات لا تكون معروفة للمقيم. طبعا هذا الأسلوب له مزايا. اختيار الإجبار يقلل من التحيزات الشخصية، لا يعرف المقيم أي العبارات لها أهمية أكبر من غيرها، ولا يتطلب أي نوع من التدريب، بحيث يمكن استخدام لجنة تقوم بعمل التقييم لزيادة الموضوعية. لكن من عيوبه إعداد العبارات يتطلب جهد كبير، يتطلب الأمر استعانة بالخبراء أحيانا. عندنا مقياس الملاحظة السلوكية، بتم تحديد الأبعاد السلوكية المتوقعة للأداء مثل الأسلوب السابق، إلا أن الاختلاف بتمثل بقيام المشرف بملاحظة سلوك العاملين وترتيبهم على 5 أوزان. لما نتكلم عن مقياس الملاحظة السلوكية BOS، يتم تحديد الأبعاد السلوكية المتوقعة كالأسلوب السابق، لكن هناك كالعبارتين يختار من بينهم، لكن الاختلاف بتمثل القيام المشرف بملاحظة سلوك العاملين وترتيبهم على 5، هناك كان 2 5 أوزان لكل بعد بدلا من وزن واحد كما هو الحال في أسلوب BARS. من ثم يتم تجميع الدرجات اللي حصل عليها الموظف بكل بعد من أبعاد العمل، كل متغير أو بعد يحتوي على مواقف متعددة. الشكل اللي بين إيدينا يبين نموذج يستخدم في الملاحظة السلوكية، نسميه نموذج لمقياس تقييم المدير وفقا لأسلوب الملاحظة السلوكية، أو قياس بعد السيطرة على بعد مقاومة التغيير، فيصف بالتفصيل التغيرات التي سوف تحصل بشكل مسبق ولكل العاملين، ولا يحصل في الغالب 1 2 3 4 5، غالبا ما يكون. يوضح للمرؤوسين لماذا يكون التغيير ضروري في المرحلة الراهنة، لا يحصل في الغالب على 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 ما يكون. طبعا يناقش
مع الأفراد العاملين نتائج التغيير تأثيراتهم، ويستمع لتعليقات وآراء العاملين، ويناقش العاملين حول أفكارهم، يعني ملاحظة سلوكية نتكلم إحنا لدعم عملية التغيير، ثم بيئة المجموع أقل من المناسب ولا مناسب ولا جيد ولا ممتاز. إذا والله من 6 إلى 10 أقل من المناسب، من 11 إلى 15 مناسب، 16 إلى 20 يكون جيد، أما من 21 إلى 25 فبيكون ممتاز. نأتي إلى أسلوب الإدارة بالأهداف. بعد الملاحظة السلوكية، بعد الملاحظة السلوكية تعرفنا عليها كأسلوب الملاحظة السلوكية، ننتقل إلى أسلوب الإدارة بالأهداف، وتعتمد على التقييم وفقا للإدارة بالأهداف على النتائج، حيث يتم تقييم الأفراد على أساس ما تم إنجازه من قبلهم وليس على أساس كيفية الإنجاز. أنا بحدد هدف للأفراد وأحاسبهم وأقيمهم بناء على الإنجاز، حجم الإنجاز وليس الكيفية. طبعا هذا الأسلوب فيه خطوتين أساسيتين، أنك تحدد أولا الأهداف، فعند تحديد الأهداف يلتقي كل فرد برئيسه، وبتم تحديد الهدف المستقبلي بالاتفاق، ويراعى في الهدف أن يكون محددا وواضحا وواقعيا وقابلا للقياس. إذن أول خطوة تحديد الأهداف. الخطوة الثانية بتم تقييم الأداء، وبيلتقي الرؤساء والمرؤوسين لمناقشة مدى التقدم في تحقيق الأهداف لكل فرد من العاملين، وتم تقييم الأفراد في ضوء الأهداف المحددة مسبقا. إذن في البداية بتم تحديد الأهداف، الرئيس والمرؤوس بيتفقوا على الهدف المستقبلي، براعوا الهدف، براعوا المعايير وكيفية القياس، ثم بيتم اللقاء الثاني في عملية تقييم الأداء أيضا من خلال مناقشة الرئيس بالمرؤوس لما تم الاتفاق عليه من هدف مدى الإنجاز. إن تقييم الأداء طبعا وفقا لهذا الأسلوب الإدارة بالأهداف لا يعتمد على السلوكيات التي يؤديها الفرد في الوصول إلى النتائج، ولا على أساس شعور الرؤساء تجاه مرؤوسهم. لا الرئيس بحب المرؤوس أو يبغضه، لا، هناك فقط على النتائج اللي بتم الوصول إليها، ولا كيفية حتى سلوك العامل والموظف اللي وصل لهذه النتائج. طبعا هذا الأسلوب له مجموعة من المزايا. من مزايا هذا الأسلوب اللي هو تشجيع الأفراد على تحديد أهداف جيدة. خلينا نشجع الناس على نحدد أفراد جيدة، أهداف جيدة، ثم نقوم بالمحاسبة عليها والتناقش فيها. أسلوب موضوعي يعتمد على أساس الأداء الفعلي، يؤدي إلى تعريف العامل بما هو مطلوب منه مسبقا، تسهيل عملية التخطيط والتنسيق بين الأهداف. لكن هذا لا يعفي أن هذا الأسلوب يواجه مجموعة من انتقادات، عليه بعض الملاحظات لترتقي لأن تكون عيوب. أنه بركز على النتائج بيهم الأسلوب التحقيق، من الصعوبة مقارنة أداء الأفراد المختلفين، ثم من الصعوبة تحديد الأهداف كميا في جميع الأحوال. هذه بعض العيوب لهذا الأسلوب اللي هو الإدارة بالأهداف. نيجي لأسلوب مراكز التقييم. أسلوب مراكز التقييم هذا الأسلوب يستخدم في تطوير وتقييم أداء المديرين، حيث أنه يساعد الأفراد على تفهم نقاط ضعفهم ومعالجتها والصفات الأساسية التي تسعى مراكز التقييم إلى قياسها، حيث تتضمن مهارات التخطيط والتنظيم والعلاقات الإنسانية ونوعية التفكير ومقاومة الضغوط والدوافع نحو العمل. طبعا الأسلوب المتبع من قبل مراكز التقييم يضع العاملين في ظروف متشابهة أو مشابهة لعملهم الفعلي، وقياس درجة توفر الصفات في العاملين، وتركز مراكز التقييم على أداء المرشحين للإدارات العليا. إذن هذه ملاحظة مهمة. إذن هذا الأسلوب اللي يتعلق بمراكز التقييم يركز على أداء المرشحين للإدارات العليا. من عيوب هذا الأسلوب أن التكلفة مرتفعة وعدم القدرة على تقييم كافة العاملين من مختلف المستويات الإدارية. النقطة اللي بعد ذلك نتحدث عنها وهي إدارة عملية تقييم الأداء. من الذي يقوم بعملية التقييم؟ أول من يقوم بعملية التقويم هو المشرف المباشر، لكن هناك محاذير لهذا الأسلوب، وشعور الموظف أنه مهدد، لأن سلطة ثواب العقاب بيد المشرف فقط، فيمثل اتصالا باتجاه واحد، فيحتاج المشرف إلى إتقان مهارات الاتصال حتى لا يسيء استخدام السلطات ضد موظفه. التقويم من قبل عدة
مشرفي. إذا من الذي يقوم بالتقييم؟ أول حاجة مشرف، ممكن يكون من قبل عدة مشرفي، اشتراك مجموعة من الرؤساء في عملية التقويم بحيث يكونوا على نفس المستوى الإداري في موقع يجعلهم على قرب من الموظفين ويمكنهم الملاحظة سلوكهم. إذا مجموعة من المشرفين أو المدراء القريبين من عمل الموظفين بيشتركوا في تقييم الأداء. مزايا هذا الأسلوب: زيادة الصدق والموضوعية، إضافة معلومات جيدة عن أداء الموظف، لكن محاذيره: زيادة التكلفة وصعوبة التحكم أو الحكم على أداء الموظف لتعدد الآراء. إذا التقييم قبل مجموعة من المشرفين، التقييم قبله من قبل المشرف المباشر، عندنا التقويم من قبل خبراء خارجيين، استعانة بخبراء خارجيين في التقييم، فبتم تقييم أداء الموظف من قبل خبراء خارجيين فيما يعرف بالمراجعة الحقلية، وقد يكون المقيم واحد أو أكثر. هذا يستخدم الأسلوب لتقييم وظائف تكون ذات درجة كبيرة من الحساسية. من مزايا هذا الأسلوب أنه صحيح ما فيش تحيز وعدم اندماج المقيم الخارجي في عملية التنافس بالعميل، وجاي مقيم خارجي غير متحيز لأي حدا ما بيعرف تفاصيل عنهم، لكن محاذيره أنه ارتفاع التكلفة وعدم وجود وقت كافي أمام المقيم الخارجي معرفة أبعاد عمل الموظف، وهذا وقد ينخدع المقيم الخارجي بالمظاهر الشكلية وبحسن تسويق الموظف. هذه من المحاذير. ممكن يكون عندنا التقييم من قبل زملاء العمل. إذا بعد ما كان عندنا تقييم المشرف، تقييم مجموعة من المشرفين، وتقييم مقيمين خارجيين ممكن يكون من قبل زملاء العمل، استخدم هذا الأسلوب عندما يكون بين الموظف وزملائه علاقات عمل مستمرة. طبعا لنجاح هذا الأسلوب من أجل تقييم الموظف من قبل زملائه لازم يكون عندنا مجموعة من الشروط، مثل توفر قدر كافي من الثقة بين الموظف وزملائه، أن يكون الزملاء في موقع يمكنهم من ملاحظة سلوك بعضهم البعض، أن يكون الزملاء على نفس الدرجة الوظيفية، وهذه مهمة جدا، كيف يقسم الزملاء يقيموا بعض إلا ما يكونوا نفس الدرجة الوظيفية. مزايا هذا الأسلوب: يزود متخذي القرارات بمعلومات قيمة. لكن من محاذير لهذا الأسلوب أنه لا يصلح في المنظمات التي تتصف بالتنافس الشديد بين العاملين، ولا يصلح عندما تكون الثقة ضعيفة بين العاملين. التقييم الذاتي: يستخدم هذا الأسلوب من قبل الموظفين لإغراض تطوير الذات وليس من أجل إصدار الحكم على الأداء، ويصلح هذا الأسلوب في الحالات اللي بيكون فيها الموظف منعزل عن الآخرين، هذا من أجل تطوير الذات. تقييم ذات. مزايا: مشاركة المرؤوس في عملية التقييم، تخليص فرص الصراع يجعل الموظفين أكثر التزام بالأهداف. لكن من محاذير هذا الأسلوب التحيز الشخصي، لأنه صعب تلاقي موظف إلا يتحيز إلى نفسه أثناء التقييم الذاتي، وعدم إصدار حكم على أداء الموظف. ننتقل بعد ذلك للحديث عن التقويم من قبل المرؤوسين. مجموعة من الرؤساء قلنا ممكن يقيموا، الآن مجموعة من المرؤوسين، فيوفر هذا الأسلوب معلومات للرؤساء تتعلق برؤية المرؤوسين لهم مما يساعدهم على تعديل سلوكهم. مزايا: إذن مجموعة من المرؤوسين بيقيموا من الرئيس، تعديل السلوك. هذا مزايا: اتصال باتجاهين، تعزيز مبدأ المشاركة، محاذير هذا الأسلوب عدم الدقة إما خوفا من الرئيس أو رغبة في تحقيق مكاسب مادية. ننتقل للحديث عن المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد الطرف المقيم. المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد الطرف المقيم: هذه المعايير أولا مدى توفر فرصة أمام المقيم ليلاحظ أداء الموظف، فيجب أن توفر فرصة كافية للمقيم كي يقوم بجمع معلومات دقيقة عن الموظف وقدرة المقيم على الحكم، بالإضافة إلى وجهة نظر المقيم ووضعه الوظيفي، فتؤثر وجهة نظر المقيم على أهداف التقييم، وهذا شيء أساسي أن المقيم وجهة نظر تؤثر على أهداف التقييم وعلى عملية التقييم بكاملها، كما أن وضعه الوظيفي مقدار السلطة والمركز الوظيفي اللي بيد المقدم المقيم يؤثر على قدرته وعلى ملاحظته لأداء المرؤوسين والحكم عليه. طيب، مهم أيضا نتحدث عن توقيت عملية التقييم. متى تتم عملية التقييم؟ موعد التقييم انه بيختلف، بعض المنظمات بتقوم
بعملية التقييم بعد فترة من تعيين الموظف، وتقوم منظمات أخرى بالتقييم بنهاية العام الميلادي أو العام الهجري. أما الاتجاه الحديث نتكلم عنه في التقييم، بأكد أن عملية التقييم يجب أن تتم بعد إنهاء مهمة أو عمل معين، وهو مدخل في الإدارة بالأهداف. بيتفق الرئيس والمرؤوس على تقييم الأداء عند إنجاز هدف معين. إذا في ناس من نهاية العام الهجري، نهاية العام الميلادي، أو بعد فترة من تعيين الموظف، لكن مثلا الإدارة بالأهداف بعد اتفاق الرئيس والمرؤوس على تقييم الأداء عند إنجاز هدف معين. طيب، كم هي عدد مرات التقييم؟ معظم المنظمات بتميل إلى تقييم الأداء مرة أو مرتين في العام، مرة أو مرتين، ويستثنى من ذلك الموظفين الخاضعين لفترة التجربة، إذ يتم تقييم أدائهم بشكل متكرر. إذا بشكل عام لو سألنا كم مرة يتم تقييم الأداء في العام، مرة أو مرتين؟ طب الموظف اللي بيخضع لفترة تجريبية ممكن يكون أكثر من ذلك بشكل متكرر. طيب، هناك ما يسمى بإجراء مقابلة التقييم، فيجب مقابلة الموظفين لإمدادهم بالمعلومات التي تساهم في تحسين أدائهم مستقبلا. طبعا هناك صعوبات تنشأ عن مقابلة التقييم، مثلا منها حدوث صراع نفسي بين العاملين، توجيه اللوم من قبل المشرف إلى العامل، كما يشعر العامل بالخوف والتهديد عند إخباره بنتائج التقييم. لذلك يجب على المشرف عدم توجيه النقد للعامل، وأن يركز على تحسين الأداء. نتكلم إحنا بعد ما تطلع نتائج التقييم، إجراء مقابلة التقييم إلى المشرف مع العامل أو الموظف المرؤوس، أنه يضعه في صورة النتيجة. ما بده يفشل هذا الهدف من مقابلة التقييم باتجاه توجيه النقد، لذلك تفشل هذا المقابلة، لكن التركيز يجب أن يكون على تحسين الأداء. طيب، نتائج التقييم بين السرية والعلنية، وهذه مهمة جدا النقطة نتكلم عنها، لأن بعض المنظمات بتميل إلى السرية في تقييم الأداء وعدم إخبار العاملين بنتائج التقييم لمنع التوتر بين الرؤساء والمرؤوسين، منع التوتر أيضا بين الزملاء، التخلص من التوسط أو الواسطة. إذا في بعض المنظمات بتميل إلى أن يكون التقييم سري وعدم الإفصاح عنه، لمجموعة منها خفض التوترات في المؤسسة. لكن ما حيدير التقييم السري ممكن يكون في تحيز، عدم معرفة الموظف للجوانب السلبية. من حق الموظف أنه يعرف الجوانب السلبية اللي ممكن بتأثر على أدائه، من حق المنظمة أن تشعره حتى يستطيع أن يتلافاها ويحسن أدائه في التقييم القادم. لكن بنلاحظ أنه كما في منظمات تتجه نحو السرية اتجاه إخبار الموظف، عدم إخباره بنتيجة التقييم، أن بعض المنظمات الأخرى تفضل إخبار الموظفين بنتائج التقييم لرغبة الموظف في معرفة مستوى أدائه، ورغبته في معرفة نظرة الرئيس، ويعرف مستوى أدائه ويعرف نظرة الرؤساء له، ويشاعر جو من التفاهم والود بين العاملين، والأهم أنه يحاول تحسين وتلافي السلبيات التي لديه. طبعا أصبح من الثابت علميا أن علانية النتائج أفضل. إذا لما نتكلم سرية النتائج ولا علانية النتائج، لا، علانية النتائج أفضل من سريتها. يتم إخبار العاملين بالنتائج إما بواسطة إدارة الموارد البشرية بكتاب رسمي أو بواسطة الرئيس المباشر. كيفية إخبار المرؤوسين بنتيجة التقييم؟ في عنا نتيجة، المنظمة تنحى باتجاه علانية التقييم وإخبار الموظفين أو المرؤوسين بالنتيجة. كيفية إخبار المرؤوسين؟ يتم إخبار المرؤوسين بنتيجة تقييمهم زي ما قلنا من خلال مقابلات التقييم التي يجب أن تراعى فيها مجموعة من القواعد. يعني هناك مقابلات التقييم اللي بيتم فيها إخبار المرؤوسين بنتيجة التقييم، لكن وفق مجموعة من القواعد حتى نضمن نجاح هذه المقابلة. أول شيء الصراحة في تقديم المعلومات عن المرؤوسين، تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات، مش بالقطارة، أكبر قدر. أعطي إيش بيسأل، نعطيه معلومات حتى يتم تحسين أدائه، يكون في جو من الصراحة. إقناع المرؤوسين بالنتيجة من خلال الأدلة والبراهين، تقول له تقييمك كذا، بدك يكون في عندك إقناع من خلال الأدلة والبراهين. إعطاء الفرصة للمرؤوس كي يعبر عن رأيه. مدة المقابلة
نحاولها تكون ما تزيد من 15 إلى 20 دقيقة. الخطوة اللي بعد ذلك نتحدث عنها إجراءات تنفيذ التقييم. في عنا إجراءات روتينية بحيث تقوم إدارة الموارد البشرية بتهيئة استمارات التقييم والتعليمات التي سيتم اتباعها وتوزيعها على المقيمين وتحديد موعد لاستردادها. يقوم كل مدير ورئيس قسم بتقييم الأفراد وإكمال الاستمارات وتوقيعها من قبله، ثم يعيدها إلى إدارة الموارد البشرية. إذا في البداية حد الاستمارات كل مدير بتم أو رئيس قسم بتم بتعبئة استمارات التقييم ثم إعادها. إذا تطلب الموقف بيانات موضوعية تلجأ إدارة الموارد البشرية جهة توفر هذه سجلات الإنتاج، سجلات الموارد أو إدارة الإنتاج أو حتى الدوام. تقوم بعض الموارد البشرية بجمع الاستمارات وتحليلها واستخراج النتائج ثم إعدادها، إعداد قائمة بالنتائج النهائية والقرارات المترتبة عليها من مكافأة أو إنذار أو أي إجراء عقابي أو أي إجراء فيه مكافأة. تقوم سواء معنوي أو مادي، ثم ترفع إدارة الموارد البشرية هذه القائمة للإدارة العليا لاعتمادها وتنفيذ القرارات المقترحة، وتقوم إدارة الموارد البشرية الأخرى المعنية بتنفيذ قرارات الإدارة العليا بعد اعتمادها. تحفظ المعلومات في سجل الموظف، ثم الإجراءات المتبعة عند اشتراك الموظف والمدير في التقييم. يقوم في، طب لو كان في إجراءات متبعة عند اشتراك موظف والمدير في التقييم، يقوم المدير بتعبئة الاستمارة لكل موظف، يسلم المدير الاستمارة للموظف ليطلع على تقييمه، يعقد المدير اجتماع رسمي مع كل موظف على حدة لمناقشة تقييمه، ثم إجراء التعديلات في التقييم وتوقيع الاستمارة من قبل الموظف وقبل المدير، وتسلم الاستمارة إدارة الموارد البشرية واتخاذ القرارات المناسبة. بعد ذلك ننتقل للحديث عن اختيار عناصر التقييم. اختيار عناصر التقييم، فتعتمد الكثير من المنظمات كمية الإنتاج مثلا ونوعية ونوعيته. بعض كعنصر من عناصر التقييم ممكن الناس بيعتمدوا على كمية الإنتاج ونوعيته، ممكن الناس بيعتمدوا على المواظبة كعنصر أو اعتماد على القدرات العقلية كعناصر لتقييم الأداء، وقد يتم تحديد عناصر فرعية للعناصر السابقة أيضا. مثال المواظبة يتم التمييز بين الإجازات والغيابات فيها، وتكون أو تكون قائمة العناصر موحدة لكافة العاملين إلا إذا اعتمدت المنظمة على نظامين لتقييم الأداء، إذ أن عليها أن تصمم قائمة تناسب كل نظام من تلك الأنظمة. مثال قائمة لتقييم الأكاديميين، قائمة لتقييم الإداريين. فعلا في الجامعات والمؤسسات هناك نماذج لتقييم الأكاديميين تختلف تماما عن نماذج تقييم الزملاء الإداريين، لأنه بيكون فعلا في اختلاف جوهري في طبيعة المهام. ننتقل للحديث عن دور إدارة الموارد البشرية في تقييم الأداء. هذه نقطة مهمة جدا. الموارد البشرية جزء أساسي وأصيل يشرف على تقييم الأداء من حيث المساعدة في تصميم نظم تقييم الأداء، توفير التدريب الملائم للمديرين والمشرفين في على تقويم أو على نظم تقييم الأداء، وتوفير بيانات ومعلومات من واقع نتائج التقييم، وإجراء الدراسات التي تساعد على تطوير نظم التقييم بالإضافة إلى تحليل نتائج التقييم. النقطة اللي قبل الأخيرة تحدث عنها اليوم إن شاء الله تعالى، وهي التظلم من النتائج. على اعتبار أن النتائج ظهرت، على اعتبار تم إبلاغ الموظف فيها بطريقة أو أخرى بكتاب أو بمقابلة، على اعتبار كل ذلك أراد الموظف أن يتظلم نتيجة عدم رضاه أو شعوره بظلم واقع عليه نتيجة التقييم أنه يستحق أفضل من ذلك. طبعا يجب على الإدارة هنا خصوص تظلم النتائج التقييم والتقويم، يجب على الإدارة أن تسمح للموظف بأن يعترض على نتائج تقييمه خلال مدة، يعني خلال مدة أسبوع أسبوعين شهر زمان تعلن عنها، يجوز الموظف ويحق له التقدم باعتراضه على نتائج تقييمه خلال هذه المدة بعد علمه بالنتائج، على أن يتم بعد ذلك تشكيل لجنة تتكون من كبار الموظفين في المنظمة من أجل البت في اعتراض الموظف على النتائج خلال فترة معينة. إذا ظهرت النتائج علم بها الموظف لتقييمه، يستطيع خلال فترة معينة معلنة أن يتقدم باعتراض وتظلم، وهناك لجنة من كبار الموظفين مشكلة في المنظمة
تستطيع أن ترد على هذه الموظف، ترد عليه ولا اعتراض ولا تضرر. النقطة الأخيرة والعنوان الأخير اللي بنختم فيه إن شاء الله محاضرة اليوم في حديثنا، وهو العوامل المؤثرة على تقييم الأداء ومشاكل القياس. نتكلم كتقييم لتقييم الأداء، نلاحظ أنه عندنا مجموعة من العوامل بتأثر على تقييم الأداء وهناك مشاكل في القياس. هناك عدة عوامل أو مشاكل تؤثر على دقة القياس. أول هذه المشاكل تتعلق بالمشرفين اللي هم بالأصل أول المقيمين، فقد لا يعرف المشرف ما يقوم به العاملون بدقة، وهذه مشكلة إذا كان مشرف رئيس لا يعرف ماذا يقوم به بشكل دقيق العاملين أو من يقع تحت إمرته من المرؤوسين. حتى لو عرف المشرف ما يقوم به العاملون قد لا تكون لديهم معايير واضحة، هذا مشكلة المعايير تسبب مشكلة لتقييم تتعلق بالمشرفين. يتردد بعض المشرفين في إعطاء تقييمات سلبية للعاملين، حفاظا ممكن يكون على العلاقات والود ما بينهما، وبعيدا ونزع لأي أجواء توتر، ونجد أن بعض المشرفين بترددوا في إعطاء تقييمات سلبية للعاملين، ثم يقع المشرفون أثناء تقييم في أخطاء كالميل إلى الوسط في التقييم. بتلاقي بعض المشرفين لا بيحط في الطرف الأيمن الجيد ولا في الطرف الأيمن الأيسر السيء، يجد ويتركز في الوسط في التقييم، فالميل إلى اللين أو التشدد في التقييم، فإما الميل إلى التشدد فيكون عكس الميل إلى اللين، فيعطي المقيم تقديرات متوسطة حتى الممتازين في أدائهم، لأن هو حتى لا يتشدد لا يذهب إلى تقييمات حقيقية، فبيعطي في الوسط، فهيك بضر وبيظلم تحت يديه المتميز. أثر الهالة، يظهر هذا خطأ، وهذا خطأ مهم جدا يظهر في التقييم، عندما يسمح المقيم أن يطغى جانب واحد لدى المقيم من أداء الموظف ويؤثر على التقدير العام له سواء إيجابا أو سلبا. لدي فكرة أنه يلتزم بالدوام ومواظب على الدوام، فنجد أن هذه الصورة تطغى ويصبح ملتزم في كل شيء، أو العكس عصبي هذا الموظف ويصبح أنه سيء في كافة الجوانب. إذن تأثير الهالة هذا خطأ من جانب المقيم. خطأ التشابه، يظهر هذا الخطأ عندما يقوم المشرف بتقييم الأفراد العاملين انطلاقا من تصوراته عن ذاته، فيسقط صفاته على غيره، يصير تشابه شبه الناس فيه. أثر الحداثة، يظهر هذا الخطأ عندما يتأثر المشرف بآخر تقدير لأداء الموظف، حيث أن آخر تقييم يعلق في ذهن المشرف فيحكم على الأداء التالي بناء عليه. التحيز، هذا بيظهر الخطأ عندما يعتمد المشرف انطباعاته الشخصية. خطأ الاختلاف في فهم المعايير، يظهر هذا الخطأ عندما يكون هناك فهم مختلف لمعاني المعايير، تقدير ممتاز أو جيد أو ضعيف يختلف من شخص أو لآخر هذه المعايير فهمة، إذن في مشكلة. الميل إلى التقييم العشوائي، فيظهر هذا الخطأ عندما لا يهتم المقيم بمراعاة الدقة في التقدير باعتباره عمل بده يتم إنجازه وبيتم بشكل عشوائي. هذه كانت مجموعة من المشكلات التي تتعلق بالمشرفين في التقييم وتجعل هناك عدم دقة في القياس تتعلق بالمشرفين أو المقيمين. لكن هناك أيضا مشاكل تتعلق بالمرؤوسين، مثل عدم معرفة الموظف لما هو متوقع منه، عدم قدرة الموظف على إنجاز ما هو متوقع منه، عدم فهم الموظف لنظام التقييم وشعور الموظف بالظلم، وعدم اهتمام الموظف بنتائج التقييم. احنا بهيك بنكون وصلنا الى نهاية المحاضرة المسجلة رقم 2 المتعلقة بالفصل التاسع، متعلقة بتقييم الأداء. في محاضرة اليوم تكلمنا عن أساليب تقييم الأداء الحديثة، تكلمنا عن أداء إدارة عملية تقييم الأداء، ثم انتقلنا للحديث عن المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد الطرف المقيم، وتوقيت عملية التقييم سواء مرة أو مرتين أو متكررة إذا كان في عقود تجريبية، بالإضافة لإجراء مقابلة التقييم ونتائج التقييم بين السرية والعلنية، ومنح بعض المؤسسات في سرية النتائج،
والأخرى تفضل العلنية، والعلن يكون أفضل للاستفادة من نتائج التقييم وإجراءات تنفيذ التقييم واختيار عناصر التقييم ودور إدارة الموارد البشرية في تقييم الأداء. ثم إذا أراد موظف أن يتظلم من نتائج التقييم كيف يتم ذلك في عملية إدارية مضبوطة. وختمنا بالعوامل المؤثرة في تقييم الأداء ومشاكل القياس، سواء المتعلق بالمقيمين المشرفين أو المتعلق بالمقيمين المرؤوسين. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفصل التاسع، على أن نلتقي إن شاء الله تعالى في تسجيلات لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.